السلام عليكم، شكرا لكم فيديو جديد. فيديو اليوم حكولنا على سعر سامسونج جالاكسي تاب اسات اف اي. بالنسبة للنسخة تاع الاسات والاسات بلوس اللي كانوا من قبل، يعني درت لكم فيديو تاع اليوم. اللي حاب يعاود يشوف فيديوهات تلقاهم في القناة. قبل ما نشوفوا سعر الطابلات هذه واش فيها واش ما فيهاش، ما تنساوش تشتركوا في القناة اذا مشتركين. ديروا فيديو اخر تاع الخاف راسك بيه ابوني. وين نبدا؟ نبدا باول حاجة الشكل تاعها. بالنسبه للشكل تاعها كي تشوفوها اول مره حسيتها منها شويه عريضه هكذايا، ولا انا ما ركزتش مع النسخ الاخرين، ما عبيش اذا نفس العرض هكا منها. وشكون اللي دار هذا العرض؟ شغل يبان لك تشوف شي هذه من يبان لك ابل، ما يبانلكش على سامسونج. يدور يبان سامسونج. بالنسبه للشكل تاع الطابلات تقريبا مازالوا كيف كيف مع النسخ اللي كانوا من قبل تاع الاسات، ما بصورتهم من الجهه الخلفيه ما عم ليك فجايين، يبان نفس الشكل تاع النسخ اللي فاتو. بالنسبه للمواصفات تاعها، تجيب حجم شاشه 12.4 انش، بروسيسور اللي فيها سناب دراجون 750 جي، ونسخ ستوكاج اللي كاين حتى ل 8، وباتري تاعها 10090 ملي امبير، باتري بزاف كبيره. ونسخ ستوكاج اللي كاين نسخ 128، نسخ 64، سما فيها كاع النسخ من الفيسات. هذو المواصفات الأساسيين اللي كاينين في هذا الطابع السات. بالنسبة للكاميرا تاعها، تجي 8 ميجا بكسل برك، سما كاميرا عادية. ما بصعب صح الطاب كيما هذي، سما ما يهمش فيها الكاميرا، أغلبية شارين على فيسات أخرين. بالنسبة للسعر تاعها شحال راه يدير؟ السعر تاعها راه يدير 13 مليون، تقدر تلقاو اقل من هذا البري. النسخة نورمال تاع 8 رام 128 جيجا. الطابلات هذه، هذا هو السعر تاعها. وتقريبا السعر تاعها راه رخيص، ولا تقريبا نفس البري مع النسخ الاخرين. دايما يجي البري قل، هذه نورمال بري قل، نشفى الاخرين كان اكثر. وهذا قاعد في اليوم. ان شاء الله يكون عجبكم فيديو دوفتكم به. كما قلت لكم اشتركوا في القناة اذا مشتركين، وشوفوا فيديو سكرام تحت القناة بصح بدي ابوني. وان شاء الله تشوفوا فيديو، تشوفوا حابين تشوفوا فيديو جاية. تلقوا فيديو جاي ان شاء الله، والسلام عليكم.